ده اللي عمله في شخصيتك شيل المسؤولية من صغرك؟ جزء كبير طبعا، جزء كبير. وعايز اقول لك على حاجة، امي كمان الله يرحمها واغفر لها وسامحها يا رب، الله يرحمها، امك على قد ما هي كانت ست بس كانت كلمتها اتقل من مليون راجل. كانت بتقول كلمة خلاص تقول لي انا قلت، انا قلت دي قسم. فصنعت مني شخص ما بحبش انا حد يلف ويدور عليا ولا لف ويدور على حد، ما خلينا على الدغري وخلاص، واللي غلط يقول انا غلطت على الدغري وخلصنا. يعني ما ليه نقعد نكذب بقى ونقعد نلف وندور، ما بالبلدي كده زي ما بيقولوا خمسه ببصل وبصل بخمسه، مش هنقعد بقى ايه احلى فصل في حياتك؟ احلى فصل في المسرحيه؟ احلى فصل في المسرحيه جوازي والنجاحات اللي حصلت متواليه بعد الجواز، يعني ده احلى فصل بالنسبه لي بصراحه. يعني وقفتك على المسرح ده في اول مسرحيه مثلتها في حياتك؟ انا بحب المكان ده جدا جدا جدا، بحب المكان ده. المكان ده من الاماكن اللي مأثره فيا ومعلمه فيا، لان انا اول مره اقف على مسرح كان على المسرح ده. لو في فصل في مسرحيتك في ايدك تمسحه تلغيه او تعيد كتابته؟ يعني في فصول كتير عايز امسحها كتير. اكيد في فصول كتير عايز امسحها، في ناس كتير عايز امسحها، وفي مواقف كتير عايز امسحها، وفي لحظات وجع كتير عايز امسحها. تكلمني عن اللحظات. بصي، يعني اصعب لحظات تعدت عليا كانت وانا صغير. انا نشأتي كانت صعبه شويه، احنا كنا ناس على قد حالنا جدا. طفولتي كانت قاسيه يعني، واحنا زي ما بقول لك كنا ناس على قد حالنا، وانا عايش مع امي مع اخواتي من امي، وابويا وامي منفصلين، ف يعني برضو الحياه ما بتبقاش احسن حاجه. وقسوة الفقر والعوز يعني مؤلمة، مؤلمة جدا 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 جدا. فدي دي أصعب الفصول بالنسبة لي، لأن بعد كده بيبني رجالة؟ طبعا طبعا، بالذات لو عندهم يقين وعندهم مبدأ. أي حد ما عندوش مبدأ وما عندوش يقين مش هيبني.